يقال أن الضغط يولد الانفجار، ولكن أحياناً الضغط يدفعنا إلى الانتحار. جربتها، مش قادرة. لا، جربتها. جربتها بالأساليب الأدوية اللي كانت هي تتناول فيها، كانت دايرة بالاسيون، كانت عندها واحد الأدوية. حاولت نجرب أنني نتجرأ، انغبت ليلة أو ليلتين بدون ألمهم على الوعي. حرية ثمينة ثمينة ثمينة، أحي بلي شيء كبير ومن صعب أنني نملكه. كان شغل حلم برك، تمنيت شحال من خطرة، كنت نبكي وندعي يا ربي يديني وما نقعدش هكذاك. ومن ذاك نتمنى نقول لا كان صح، في امل كاين يوم انني نخرج، لش تنعيش نهار برك، نعيش دقيقه، راني نقول الحمد لله راني تحررت، ولا بغى نموت نموت. بدا لنا ان الاخت البكر هي الاكثر تضررا بين شقيقاتها، وتعود لكل مره للحديث عن سنواتها التي ضاعت. أنا نحية، أنا مانيش نحية، أنا ميت، أنا نتعذب برك. أساساً من اللي وليت عدهم أنا قصتي نتعذب، ما عندي حتى هدف، ما عندي حتى أساس، ما لا أنا يعب ثقيل عليهم، وهما ما نقولكش فاتوا سوق الجبل عليا. لا، موتي خير من حياتي والله، غير دعيت الصلاة وصليت يا ربي اديني والله اجعلنا حل من حلولك. بصح الحمد لله كنت ندعي وصابره ومخليه ايماني في ربي، من رغم ذلك ما تخليهش من واحد الظرف زاد ولا أسوأ، لا نهايه. استغفر الله يا ربي، تقول ما كان لا رب لا من اللي راح ينقذك منها، هذه نهايتك. وصح لو كان ما درناش حل راح تبقى ذيك نهايتنا، نولع جايس ونموت. انا قلت ذا العام يا فيها نخرج، خلاص كبرت ما بقى لي والو، ما بقى والو، خلاص انا يا نخرج يا نرحل وحده، ما نسوش، ما عنديش استعداد نزيد نكمل، ما عندي ما نكمل، خلاص راح العمر راح والو، خلاص الصبر شويه. قالك الصبر حدود، انا رايحه نكمل عمري كامل في الصبر. حبيت الدنيا صح، كنت نخضر لها بواحد المنظر، للشمس كي تطلع وكي تغيب ونسمه الهواء واللي نشوفه طالع وهابط، شحال نبكي 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 نبكي، ذيك القبضه اللي نعود بيها نرقد بيها ونصبح بيها، الدنيا ما تهزنيش. في ليلة مظلمة أضاءت الحرية سماءها، قررت الشقيقات الأربعة تنفيذ خطة الهرب من المنزل حتى وإن كانت الوجهة مجهولة. أختي الكبيرة لحقت 20 سنة حبس، 20 سنة، غير فملي يقول 20 سنة، من زادت أختي الصغيرة لحقت وين أنها فكرت، قالت يا هذا العام يا نخرج نعيش في الدنيا يا ننتحر واحدة من هذو الحلول. أختي كيف الكبار مني، احنا ما نكذبش عليك، وين زايدين نكبروا ونخموا في نفوسنا الوقتاش وحنا عايشين في ذا السجن. ذا السجن شي ما هو راح يتغير فيه، لازم نديروا حل لعمارنا. خططنا اننا نخرجوا، لازم نخرجوا، ما نقولش نهربوا، لازم نخرجوا ونستعيدوا ما هو حقا لنا فقط.